السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة أخبار خفيفة. العقوبات تبدأ بقطع المرافق، انتهاء مهلة التصالح على المخالفات الخاصة بالبناء بعد 8 أيام. باقي 8 أيام وتنتهي مهلة تطبيق قانون التصالح على المخالفات البناء المحدد لها نهاية شهر مارس الجاري، وستبدأ الحكومة مع بداية شهر إبريل المقبل في تطبيق العقوبات على العقارات المخالفة. ورغم أن مواد القانون صدرت منذ أشهر، إلا أن عددا كبيرا من المواطنين لا يعرفون العقوبات التي ستلاحق العقارات المخالفة بعد نهاية المدة المحددة. العقوبات التي ستقع على العقارات المخالفة، مصدر بالإدارة المحلية قال إن القانون صدر بدون عقوبات محددة على العقارات المخالفة، مضيفا أنه لن يتم إزالة العقار إذا كان مأهولا بالسكان. وأكد المصدر أن السلطة التنفيذية لديها خطتها في التعامل مع السكان المتعثرين في حالة عدم الدفع، تصل إلى قطع المرافق عن العقار المخالف. أما العقارات المخالفة وغير مسكونة سيتم إزالتها في حالة عدم تقديم طلب التصالح خلال المدة المحددة لتطبيق القانون. فائدة قانون التصالح على مخالفات البناء: التصالح على مخالفات البناء طبقا لمواد القانون يضمن لصاحب العقار توصيل المرافق بالإضافة إلى رفع القيمة النقدية للعقار في حالة البيع، وستحرم العقارات المخالفة من توصيل المرافق إليها، وبالإضافة تنخفض قيمتها السوقية. خطوات التصالح في مخالفات البناء قبل نهاية المدة المحددة للقانون: الذهاب للحي التابع له العقار وفتح ملف بصورة البطاقة الشخصية للمالك وسنبدأ وسندات الملكية، وبعد 2 أسبوع من تاريخ يتم تجهيز المستندات المطلوبة للتصالح. المستندات المطلوبة لإعداد الملف التصالح على مخالفات البناء: صور لمستندات الملكية مع الاطلاع على الأصل، رسم هندسي معتمد يثبت الحالة الإنشائية للعقار، تقديم إيصالات مرافق لإثبات تاريخ المخالفة، وفي حالة عدم وجود إيصالات مرافق إرفاق أي مستند يدل على تقديم شهادة محضر مخالفة وتصوير جوي، توكيل رسمي في حالة وجود تون لوضع فيه المستندات والأوراق المطلوبة. بعد تقديم الملف يتم دفع رسوم الفحص، وينتظر تحديد موعد محدد من لجنة السلامة الإنشائية لمعاينة العقار، وعلى أن يحضر مندوب من وزارة الداخلية لمراجعة اشتراطات قطاع الدفاع المدني وكتابة تقرير المصالحة، ويتم تحديد قيمة الغرامة طبقا للمخالفة التي وردت في العقار، أو يتم رفض التصالح حال عدم استيفاء شروط المطلوبة. تقديم قيمة رسوم المخالفة: تقدير رسوم المخالفة على المساحة، مساحة العقار المخالف، مساحة الأرض في عدد الأدوار العقار مع حساب المنطقة المتواجد فيها المبنى سواء ما كان قرية أو مدينة على شارع رئيسي. نظام السداد: الدفع يكون 25% من قيمة العقار المخالف، والباقي يتم تقسيطه على سنوات 4 سنوات مع وجود خصم للدفع الكاش يصل إلى 25% من قيمة الغرامة. وفي نهاية الفيديو نتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الاشتراك ليصلكم كل ما هو جديد من قناة أخبار خفيفة.